ما هي أنواع القروض الأكثر إقبالاً عليها السوريين اليوم في ألمانيا؟ لا، حاليا القرض الشخصي الاكثر اقبالا، القرض الشخصي بينعطى من 5000 ل 80000 يورو للاشخاص. والسبب ليش القرض الشخصي، ليش ما هو شراء منزل؟ لانه شراء المنزل لازم يكون راتبه عالي وكافي كثير، وشروطه ايضا لازم يكون في عندهم اقامه دائمه، ولازم يكون في دفعه اولى. اما بالنسبه للقرض الشخصي لما بيتقدم عليه، بس الشروط هي انه يكون شوفه نظيفه مثل ما حكينا هلا، شوفه ما يكون، يكون سجله نظيف يعني، ويكون عنده جواز سفر بلد الام، اذا مجنس ما في داعي لجواز السفر ايضا، او ويكون عنده 6 شهور عمل على الاقل وما فوق. والاوراق المطلوبه هي كشف حساب بنكي، واخر 2 كشف راتب. السبب هو لانه اسهل بكثير، بتقدم الاوراق مثلا، بيقدم لي الاوراق بشتغل لهم فيها، بقدمهم للبنك بشكل نظامي، البنك بيشوف بيطلع له للشخص او لا. اذا كان سجله نظيف بيطلع له من 5000 ل 80000 يورو. والسبب الاشخاص هلا بعد ما صار 10 سنوات، الاشخاص اللي في المانيا ان كان سوريين ولا اخوتنا في الاوطان الثانيه، ان كان عراق او كردستان العراق او في تركيا، في اقبال كثير كبير، بس اكثر شيء من اخوتنا السوريين.